السلام عليكم البنات، قدرتوا؟ لاباس عليكم؟ كل شيء في امان الله. اليوم ان شاء الله وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغينا نحضروا الكاب كيك اللي كنعطيو لوليداتنا يديو معاهم للمدرسه. اللي غنحتاجوا ليه كاس معمر ديال السنيده، جوج بيضات، كاس لاروب ديال الزيت النباتيه، كاس الحليب كما كتشوفوا راه ما عامرش، رقائق الشوكولا، قبيصة الملح، جوج خمارات، ساشي ديال الكاكاو، ساشي ديال السكر الفاني، والدقيق حسب الخلاط ما بين 300 و 250 غرام، مهم على حسب الخليط خصو يكون ثقيل شوية. وهنا عندي قوالب ديال غنحتاج هادو أنا ديال الكاب كيك. غنبداو على بركة الله. غادي نبداو على بركة الله. هناخدو البيض ديالنا، بسم الله. غادي نديرو القبيصة ديال الملحة، غادي نديرو سنيدة، وغادي نديرو سكر فاني، وغادي نطربو كلشي بالخلاط. بسم الله. غادي نخلط كلشي البنات حتى يرجع معايا الخليط مائل الابيض، وغادي نعاودو نتلاقاو باش نكملو ان شاء الله. رجعت معاكم البنات من بعد ما طربت البيض، طلع مزيان ضعف الحجم ديالو. غنزيد الزيت وغادي نخفف السرعة ديال الطراب. كلشي خصو يكون، كلشي البنات خصو يكون بحرارة المطبخ باش تصدق معانا الكاب كيك. هي هادي، غنزيدو الحليب، غادي نزيد نخلط غير شويه، وغادي نحبس الخلط بالخلاط الكهربائي، وغادي نكملو بالخلاط اليدوي. دابا البنات غنبداو نزيدو في الدقيق. غنزيد غير واحد الكميه، وغنزيد خميرة ديال الحلوة، جوج خمارات، وغادي نزيد كاكاو. غير باش نبدلو اللون. دابا غادي نغربل اول كميه. المهم انا هنا راه عبرت بالميزان 350 غرام، ما عرفتو على حساب كل مره، والدقيق مره كيشرب مره لا. المهم غادي نخلطو، ندخلو هاد الدقيق في البيض. ضروري خصني نكملو الطراب اليدوي باش ما طيحش لينا ديك لا تيكستور ديال البيض. هانتوما كيما كتشوفوا
ضروري غنزيد صافي. كنظن هاد الكمية كافية. أوبس. غندخل الدقيق ونعاود نرجعوها البنات. من بعد ما دخلت الدقيق في الخلاط، دابا غادي نضيفو لي بيبي دو شوكولا. تقدروا ديرو هذا غير الدقيق اللي طالع ليا هنا، غندير غير الكمية اللي غادي تقدني. كيما غتشوفو راه الخليط تقيل. هاد الكوب كيك كيعجبو الوليدات الصغار. هانتوما كيما كتشوفو البنات لا تكستور ديالها كيفاش دايرة. غنخلط شوية مزيان وغادي نقاد القوالب ديالي اللي غادي نطيب فيهم الكاب كيك في الصينيه، ونعاودو نتلاقاو باش ندخلهم الفران. غادي نبداو نعمرو في القوالب. غادي نبدا نعمر انا غير بالمعلقه هكا. هانتوما كيما كتشوفوا راه الخليط ثقيل. غادي نعمرو الثلثين. بحال هكا غادي نكمل بهالطريقه حتى نعمرهم كاملين ونعاودو نرجعو. دابا راه انا دايره الفران كيسخن على درجه 180. هذه هي الدرجه اللي غادي يطيبو فيها لمده تقريبا ما بين 20 25 حتى 30. المهم نتوما ضروري تقلبوهم بشي كوردون ونرجعو مع بعضنا فاش نكملهم البنات. هانتوما البنات من بعد ما كملت القوالب ديالي تقريبا جاوني هنا 10 وباقي ليا واحد شويه الخليط، ونشوف فين غنديرو. غادي ندخلهم يطيبو كيف سبق لي وقلت لكم على درجه حراره 180. المهم ردوا معاهم البال ما بين 20 حتى 30 دقيقه، هذا الماكسيموم. وما كاين زعما ما كنظنش غياخذوا لكم 30 دقيقه اقل. المهم ردوا معاهم البال كيف الكيك العادي يطيبوا ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله باذن الله. رجعت معكم البنات بعد ما طابوا لي كوب كيك. ها هما، هذه مسكينه جات فرديه ما بقاش لها المول ديالها. ها هما تبارك الله كيجيو حشاشين وسوفلي من الداخل. وكنصحكم البنات ديروهم لوليداتكم يديوهم معاهم للمدرسه، ما غاديش يقنعوا منهم. وتوجدوهم حتى في لي زانيفيرسير كيجيو غزالين. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم، وكنتمنى تبارطاجيو ودعموني باشتراك وتفعيل الجرس كل من شاف الفيديو ديالي. الفيديو جاي ان شاء الله. سلامه.